السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة رد المواشي في كل مكان. قبل أي حاجة كده أردت أصلي على النبي في التعليقات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تضغط لايك، وياريت لو أي حد لسه مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. وياريت بس يعني بستأذن حضراتكم يعني مجهوداتنا اللي احنا بنعملها، والله الواحد بيتعب في اللي بيصور لكم الفيديوهات دي ويعرفكم الاسعار. الواحد اللي بيصور والله ويعرف الناس الاسعار بيتعب، ويعني لما حد بيعلله تعليق حلو، حد يعمل لايك والكلام من ده، والله العظيم الواحد بيتشجع وبينزل. ان شاء الله ربنا يقدرنا على فعل الخير ويقدرني ان انا يعني اقدر اجيب لكم جميع الاسعار اللي انتم عايزينها وجميع الفيديوهات. كلكم وكل عام وانتم بخير. تعالوا يلا ان شاء الله نتفرج على العجول اللحم، نشوف الاسعار ايه والقيم بكام النهارده من سوق بنا العموم الدولي. بسم الله ما شاء الله. وزنه قد ايه يا حاج؟ وزنه تقريبا قد ايه؟ وزنه تقريبا قد ايه؟ قايم كده 440. بسم الله ما شاء الله. انتوا بتبيعوا قايم ولا بتبيعوا بالصلاه على النبي كده؟ بتبيعوا قايم ميزان ولا بتبيعوا بالصلاه على النبي؟ لا ببيعوا ميزان. ميزان بكام بنزان؟ ادفع ب 108. 108؟ بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقك يا رب ويبارك. بسم الله ما شاء الله. ميزان بينباع ب 108. 108 كيلو القايم. بسم الله ما شاء الله. في سوق بنا. اللهم صل على النبي. اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. عجل من الفواخر، اللهم صل على النبي عليه. بسم الله ما شاء الله. معاك تليفون؟ معاك رقم تليفون؟ لو حد حب ياخده؟ يلا ربنا يوسع عليه. بسم الله ما شاء الله، عجلين كمان اهوت. اللهم بارك يا رب، بسم الله ما شاء الله. الفواخر اللهم صل على النبي عليه. ازيك يا غالي؟ ازيك يا باشا؟ انت بتبيعهم اي ميزان ولا بتبيعهم بالصلاه على النبي كده؟ والله بنبيع كده وكده، السعر المناسب بنبيع. طب هو ميزان، لو ميزان بيتباع قد ايه؟ كيلو بكام؟ لو ميزان واقف في ارضيه الصبح ب 127 جنيه. 127؟ الله ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. اصورهم بس ده واحده. بسم الله ما شاء الله. انت وازنهم صح؟ ولا لسه ما وزنتش؟ وازنينهم. عاملين كام؟ ده كام وده كام؟ العجل دوت عامل الانجليزي ده 530. ده بسم الله ما شاء الله عليه 530 كيلو اهوت. الكيلو فيه ب 127 النهارده في سوق بنا. وده 400 كام؟ 410. بسم الله ما شاء الله. 410 اهوت. سعر القايم 127 جنيه. بسم الله ما شاء الله. معاك رقم تليفون؟ معايا يا باشا. قول رقم تليفونك كده. 011 44 04 99931. 9931. اسم الكريم ايه؟ انا اسمي سامح يا باشا. منين يا معلم؟ من الزقازيق. الزقازيق؟ شرقية. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليك. بسم الله ما شاء الله. مال طيب اهوت يا جماعه، اللهم صل على النبي. عجلين لحم هم من الفواخر. بسم الله ما شاء الله. دول يطلعوا على ايد ان شاء الله. اللهم صل على النبي. موازين 410 اللي هو الناحيه دي. والتاني انت قلت كام؟ 500 وكام؟ 530. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله النهارده في سوق بنها. والله خدت اكثر من 40.